انت كل شويه هتكلمين يا مليحه. انا عرفت يا مليحه. ايه الفرق بكام؟ لا بقول لك ايه، هاتي بيض يا مليحه. فين الشاي؟ انا مش قايلك بالصبح على الشاي ده حاجه تعرف. ايوه هاتي اللطيف ده. رخصه. حاضر يا فندم. اتفضل حضرتك. اتفضل يا فندم. اسمك راوي يا سيف الدين القاضي؟ لا يا فندم، اوي يا دي تبقى تيتا. تيتا؟ اتفضل حضرتك توكيل اهو. اسمك رمان حسين الدرديري؟ لا رمان ده جده، جوز تيتا حضرتك. جده وتيتا؟ اه يا فندم. انزل هنا. حاضر يا فندم حاضر. وحضرتك ساعدني بس عشان عربية قديمة. شد 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 يا فندم. شك اصل حضرتك مش واخد بالك، انا هشرح حضرتك. تيتا فندم يعني بعد ما انفصلت من جده رجعت المانيا، ان هي اصولها المانيه، عاشت هناك يعني. وبعدين العربيه دي تحفه بتاعه ابراهيم بيع وكاشم، ودي مكتب الحكمبار. حضرتك شفت مسلسل ملك فاروق؟ بقول لك ايه، انا عفاريت الدنيا بتتنطط في وشي، انت فاهم يعني ولا مش فاهم؟ فاهم يا فندم، ما فيش حاجه. انا ماليش دعوه بتاريخ ام العربيه، انا ليا دعوه بالورق. بس انا كمان حضرتك على العربيه كقيمه يعني كانتيك يعني. انت هتزولني انا؟ بتمد لك عليه ليه؟ هو انتوا مش هتبطلوا طريقتكم دي؟ طب مين يالا؟ انا مدون. وانا ناشطه سياسيه. وانا صحفي. وانا وربنا معاهم، وربنا معاهم الناس دي. صباح الخير احبائي المستهلكين. اجمل حاجه نتفق فيها يوم النهارده هي ايه؟ الهمبرجر. لو كل كيلو عليه كيسين كاتشب. ما شاء الله ما شاء الله، ايه البامبرز ده كله؟ يظهر ان النونو اللي عند حضرتك ربنا مسهلها له شويه. انا ما عنديش نونو ومش متجوز اصلا. ده عرض، اشتري خمسه وخد خمسه هديه. اسيبه؟ اه عاود. لا تسيبه ازاي؟ اللي قال الناس، اللي قال الناس. حلو مش كده؟ 470 جنيه. ده كارت الفيزا ومعاك كارت بتاعي، هستنى تليفونك. ها تصدق انك قليل ادب فعلا. في ايه يا منار؟ جرى يا بنت، حد جه جنبك ولا ايه؟ بنت اما بنتك يا سائع يا سمك يا حقير. بتلم لسانك انت يا عموه. ممكن تقولي في ايه بياضك الاوفر ده؟ البنت دي بترمي بلاء عليا. بنت مين اللي بترمي بلاء عليك؟ انت مطبيه احسن منك. معلش حصل خير يا استاذ، حصل خير. معلش صبر يا مروان، انت بتنفخني اتخاني. لو راجل اتخاني بس اهدى. اهدى كذاب وربنا كذاب. معلش اهدى يا استاذ اهدى. معلش فين المدير؟ انت مالك؟ ايه اللي حشرك؟ انت حامي حماية الموظفين؟ تصدق حضرتك فاجئتني برد فعلك الغريب ده؟ الزبون دايما على حق، قلت لك ده 100 مرة. يا فكري بيه رؤوف ما يقصدش والله. اكرس انت، انت مصيبتك مصيبة. ايه حكاية اعزائي المستهلكين؟ احنا هنا في سوبر ماركت مش نجوم اف ام. اتفضلوا. صرف النظر يا فندم يعني عن يعني الموقف اللي احنا واقفين بنتهزق فيه ده، انا عيد ميلادي النهارده ان شاء الله وياريت تشرفني يعني. جدك رمان عزمني. شكرا. كل سنه وانت طيب. بالمنظر ده طيب ازاي؟ سامحني انا اللي مجنني بس يا مروان، حكايه ان الزبون دايما على حق. خلاص الزبون يجي يلطشني بالقلم وانا اسكت اعمل ايه؟ يا مروان انا بدور على كبيراء الكاشيه. قامه الكاشيه واحد فين؟ ايه ده؟ فعلت الباشا عبد الظابط. تمام يا فندم. هات يا ابني الجهاز. قوم بصاتك. اتفرج يا سيدي اتفرج. انا ماليش دعوه ام العربيه. انا ايوه انا ابي عمر. انت فاهم يا اي فندم؟ قولش حاجه، قول لحضرتك يعني العربيه قيمه انتيك يعني. انت احنا بتعلو الكوبيس اخواتنا. انا عريس ودو منيل. انت نسيت التعليمات ولا ايه؟ بس يا فندم انا يا دوبك مسكته من كتفه بس. ما تعملش كده تاني يا حضره الظابط، احنا مش ناقصين. يا اما قسما عظما هنقلك بعيد، وبعيد قوي كمان. لا بعيد قوي على ايه؟ تحترم ذاتك يا فندم. اتفضل يا باشا. انا ما نايل بعيد ايه؟ هي ناقصه. ولما انت واقع ومدلوق قوي كده هتنجز يا جدع. انجز البنت حلوه مش هتلاقي زيها. يا عم وانا قلت وحشه يا مروان؟ ما انا عارف انها زي امه وما فيهاش حاجه تعيب. بس انا بص افهمني بس، انا بفكر قدام. مش ممكن منار دي لما تكبر وتعجز
تبقى شبه تيتا يعني؟ لا اله الا الله، هي دي تيتا واثنين تيتا اللي عامله لك ربكه في حياتك. سلام يا منار. سلام يا بنات منار. ايه العبايه دي لسه عايشه؟ هتروح فين دي؟ قصوا قصوا. لحظه معلش معلش اتفضلي. انت لسه ما ركبتش سنتر لوك؟ واحد الراجل قال لي خطا على الموتور، انا مش هبخل العربيه. انا زهقت بقى من الموضوع ده يا رؤوف، انت محسسني ان تيتا دي مرض لازم تتعالج منه. انت قصدك ما شفتيهاش يا منار؟ ما شفتيش تبيت عينيها يا منار ليه وانا صغير؟ انت هتدمر حياتك كلها لمجرد ذكريات قديمه مريت بيها وانت صغير. بس اللي فات بقى يا رؤوف، فكر في بكره في مستقبلنا مع بعض. بكره انا وانت نكبر ونعجز ونضحك على اللي احنا بنقوله ده. اوبا منار. يا خليل القلب حازم يا رؤوف. بس بس وربنا الفامل وربنا الفامل. امشي يلا انت اهو. بس مساء الخير. مساء النور يا فندم. اولا الحمد لله على سلامه سعادتك.